السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أمين من موقع عرفني دوت كوم. اليوم سوف أقدم لكم شرح تحميل التطبيقات المدفوعة لأجهزة الآيفون أو الآيباد أو الآيبود، وذلك باستعمال برنامج جد بسيط، وهو برنامج يتوفر على متجر فيه جميع التطبيقات المدفوعة للآيفون وللآيباد وللآيبود مجانا، يمكنك تحميلها بدون دفع أي رسوم. البرنامج هو صيني، سوف نقوم بتحميله. نقوم بالدخول إلى رابط البرنامج، سوف أضع لكم الرابط في الموضوع. نقوم بالضغط عند الدخول إلى الموقع، سوف تظهر لكم الواجهة كالتالي. قم بتحميل الموضوع من هنا من طريق الضغط عن هذه الأيقونة، ثم الضغط على أوكي، ثم سوف يقوم ببدء التحميل. سوف يظهر لكم ايقونات البرنامج بالشكل التالي. نقوم بالضغط على اوكي ثم يس، ثم نضغط على الايقونة التالية. البرنامج عيبه الوحيد هو انه ليس متوفر باي لغة اخرى الا اللغة الصينية. نقوم بانتظار التثبيت ثم انهاء التثبيت. هذه ايقونة البرنامج، سوف نقوم بالدخول إليها. كما تلاحظون هذا هو البرنامج، هذه واجهة البرنامج، سوف أقوم بشرحها في الفيديو الآخر. تحياتي لكم، كان معكم أمين من موقع عرفني دوت كوم. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر البريدية للموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.